يحكى أن بهلول كان رجلا مجنونا في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد. ومن طرائف بهلول أنه مر عليه الرشيد يوما وهو جالس على إحدى المقابر، فقال له هارون معنفا: يا بهلول يا مجنون، متى تعقل؟ فركض بهلول وصعد إلى أعلى شجرة، ثم نادى على هارون بأعلى صوته: يا هارون يا مجنون، متى تعقل؟ فأتى هارون تحت الشجرة وقال له: أنا المجنون أم أنت الذي يجلس على المقابر؟ فقال له بهلول: بل أنا العاقل. قال هارون: وكيف ذلك؟ فقال: لأني عرفت أن هذا زائل، وأشار إلى قصر هارون، وأن هذا باق، وأشار إلى القبر، فعمرت هذا قبل هذا، وأما أنت فإنك قد عمرت هذا يقصد قصره، وخربت هذا يعني القبر، فتكره أن تنتقل من العمران إلى الخراب، مع أنك تعلم أنه مصيرك لا محال. وأردف قائلا: فقل لي أينا المجنون؟ فرجف قلب هارون الرشيد من كلمات بهلول، وبكى حتى بلل لحيته وهو يقول: والله إنك لصادق. ثم قال هارون: زدني يا بهلول. فقال بهلول: يكفيك كتاب الله فالزمه. قال هارون: ألك حاجة فأقضيها؟ قال بهلول: نعم، ثلاث حاجات، إن قضيتها شكرتك. قال هارون: فاطلب. قال بهلول: أن تزيد في عمري. قال هارون: لا أقدر. فقال: أن تحميني من ملك الموت. قال هارون: لا أقدر. قال بهلول: أن تدخلني الجنة وتبعدني عن النار. قال هارون: لا أقدر. فقال بهلول: فاعلم أنك مملوك ولست ملك، ولا حاجة لي عندك. يحكى أن كلثوم بن الأغر المعروف بدهائه وذكائه كان قائدا في جيش عبد الملك بن مروان، وكان الحجاج بن يوسف يبغض كلثوم، فدبر له مكيدة جعلت عبد الملك بن مروان يحكم على كلثوم بن الأغر بالإعدام بالسيف. فذهبت أم كلثوم إلى عبد الملك بن مروان تلتمس عفوه، فاستحى منها لأن عمرها قد جاوز 100 عام، فقال لها: سأجعل الحجاج يكتب في ورقتين، الأولى يعدم وفي الورقة الثانية لا يعدم، ونجع على ابنك يختار ورقة قبل تنفيذ الحكم، فإن كان مظلوم نجاه الله. فخرجت والحزن يعتريها، فهي تعلم أن الحجاج يكره ابنها، والأرجح أنه سيكتب في الورقتين يعدم. فقال لها ابنها: لا تقلقي يا أماه، ودعي الأمر لي. وفعلا قام الحجاج بكتابة كلمة يعدم في الورقتين، وتجمع الملأ في اليوم الموعود ليروا ما سيفعل كلثوم. ولما جاء كلثوم في ساحة القصاص قال له الحجاج وهو يبتسم بخبث: اختر واحدة. فابتسم كلثوم واختار ورقة وقال: اخترت هذه. ثم قام ببلعها دون أن يقرأها، فاندهش الوالي وقال: ما صنعت يا كلثوم؟ لقد أكلت الورقة دون أن نعلم ما بها. فقال كلثوم: يا مولاي، اخترت ورقة وأكلتها دون أن أعلم ما بها، ولكي نعلم ما بها انظر للورقة الأخرى فهي عكسها. فنظر الوالي للورقة الباقية فكانت يعدم، فقالوا: لقد اختار كلثوم أن لا يعدم، فعفى عنه الوالي. سأل رجل شيخا حكيما: هل يبكي الرجال؟ رد الحكيم: نعم، يبكي الرجال، يبكي الرجال عندما تموت أمهاتهم، وحين يفقدون آباءهم، يبكي الرجال حين يمرض أحد أبنائهم، ويبكون لجحود الأبناء أو استعلائهم أو تطاولهم ولو بكلمة على والديهم، يبكي الرجال قهرا وضيقا وخيبة، وحين عجزهم عن تأمين لقمة أو أدنى رغبة لأولادهم، ولفراق الوطن وغياب الأحبة، يبكي الرجال ولكن في العتمات. لكن دموع الرجال لا تخرج من العين على الخد فيراها الجميع، بل تخرج من القلب فيظهر أثرها في التنهدات وفي النظرات وتجاعيد الوجه وبياض الشعر. هكذا يبكي الرجال. قال حكيم لابنه: يا بني، في حياتك لا تتنازل عن 3: أن تأكل أفضل الطعام، وتنام على أفضل فراش، وتسكن في أفضل البيوت. فقال الابن: نحن فقراء، فكيف لي أن أفعل ذلك؟ فقال الحكيم: إذا أكلت فقط عندما تجوع سيكون ما تأكله أفضل طعام، وإذا عملت كثيرا ونمت وأنت متعب سيكون فراشك أفضل فراش، وإذا عاملت الناس بالمعروف ستسكن في قلوبهم، وبهذا تكون سكنت في أحسن البيوت.
يحكى أنه كان هناك رجل حكيم يأتي إليه الناس من كل مكان لاستشارته، لكنهم كانوا في كل مرة يحدثونه عن نفس المشاكل والمصاعب التي تواجههم حتى سئم منهم. وفي يوم من الأيام جمعهم الرجل الحكيم وقص عليهم نكتة طريفة، فانفجر الجميع ضاحكين. بعد بضع دقائق قص عليهم النكتة ذاتها مرة أخرى، فابتسم عدد قليل منهم، فما لبث أن قص الطرفة مرة ثالثة فلم يضحك أحد. عندها ابتسم الحكيم وقال: لا يمكنكم أن تضحكوا على النكتة نفسها أكثر من مرة، فلماذا تستمرون بالتذمر والبكاء على نفس المشاكل في كل مرة؟ فالقلق والتذمر لن يحل مشاكلكم، وإنما هي مضيعة للوقت وهدر للطاقة. يقول أحد الصالحين: مسكين ابن آدم، لو خاف من النار كما خاف من الفقر لنجا منهما، ولو رغب في الجنة كما رغب في الغنى لوصل إليهما، ولو خاف الله سرا كما يخاف الخلق جهرا لسعد في الدارين. اعتاد خياط على وضع مقصه عند موطئ قدمه بينما يشك إبرة الخياطة في عمامته، وكان جاره وصديقه البقال يسأله دائما عن سر هذه العادة فلا يجيبه، إلى أن حان وقت الإفصاح. دخل رجل خبيث بين الخياط والبقال وأحدث فتنة بينهما حتى تخاصما، لكن الخياط عاد إلى حكمته فجمع الرجلين وقال للخبيث: لا حاجة لي بصداقتك أيها الفتان. ثم التفت إلى البقال وقبل جبينه وقال: أما أنت يا صديقي فلطالما كنت في السوق كإبرة الخياطة تجمع ولا تقطع، فأضعك على عمامتي كما أضع الإبرة. أما المقص الذي يمزق ويفرق فمكانه دائما حيث تعلمون. يقول الأصمعي: كنت مرا في بعض سكك البصرة، فإذا أنا بكناس ينقل جرة على عاتقه وهو يغني ويقول: وأكرم نفسي إنني إن أهنتها وحقك لم تكرم على أحد بعدي. فقلت: ويحك، عن أي شيء أكرمتها وهذه الجرة على عاتقك؟ فقال: أكرمتها عن الوقوف على باب مثلك. ثم ولى وهو يقول: لنقل الصخر من قلل الجبال أحب إلي من منن الرجال. يقول الناس: كذب فيه عار، فقلت: العار في ذل السؤال. يحكى أن معلما لمادة البلاغة اسمه بشير قام بإجراء اختبار لطلابه، وعند تصحيحه للإجابات فوجئ بأن أحد الطلاب لم يجب على أي سؤال من أسئلة المادة، ووضع بدل الإجابة عنها القصيدة التالية: أبشير قل لي ما العمل، واليأس قد غلب الأمل، قيل امتحان بلاغة فحسبته حان الأجل، وفزعت من صوت المراقب إن تنحنح أو سعل، ويجول بين صفوفنا ويصول صولات البطل، أبشير مهلا يا أخي ما كل مسألة تحل، فمن البلاغة نافع ومن البلاغة ما قتل، قد كنت أبلد طالب وأنا وربي لم أزل، فإذا أتتك إجابتي فيها السؤال بدون حل دعها وصحح غيرها والسفر ضعه على عجل. فما كان من الأستاذ بشير سوى أن منحه درجة النجاح في مادة البلاغة، لأن الهدف الذي يسعى لتحقيقه من خلال تدريسه لمادة البلاغة متوفر لدى هذا الطالب. قيل أن الحجاج حبس رجلا في حبسه ظلما، فكتب إليه رقعة فيها: قد مضى من بؤسنا أيام ومن نعيمك أيام، والموعد القيامة والسجن جهنم، والحاكم لا يحتاج إلى بينة. وكتب في آخرها: ستعلم يا نؤوم إذا التقينا غدا عند الإله من الظلوم، أما والله إن الظلم لؤم وما زال الظلوم هو الملوم، سينقطع التلذذ عن أناس أداموه وينقطع النعيم، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم.